السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. في الأول بعتذر على صوتي لأن أنا لسه صاحي حالا، يعني لسه صاحي فورا، فدي مشكلة كبيرة جدا. إن أنا لسه هعمل فيديو وأمنتج وأعمل كل حاجة وأعمل كيوردز والثمبنيل وهنشر الفيديو على الساعة 9 أو يمكن 9:30، فأنا بعتذر لأي حد بس في تأخير الفيديو النهاردة، لو يعني الفيديو اتأخر في الرفع. ففيديو النهاردة ما كانش مترتب له إن أنا أعمله، ولكن هو كان فيديو لازم يتعمل ولازم نعمل حلقات للربح من السي بي اي بشكل مستمر. فانت لو عاجبك ان احنا ممكن نعمل حلقات للسي بي اي او نعمل سلسله حلقات سي بي اي بشكل مستمر، اضغط لايك على الفيديو ده. ايوه، انزل دلوقتي واعمل لايك على الفيديو ده واكتب في كومنت تحت اسم الحلقه او اسم السلسله اللي انت عاوزها، اسم سلسله الربح من السي بي اي اللي انت عاوز. تشوف بقى انت عايز تعمل سلسله باسم ايه واكتبه تحت في كومنت، وخلينا على طول نبدا بالفيديو. لكن في البدايه، لو انت اول مره تشوف حلقات مستر بومتك ومش مشترك في القناه، اشترك دلوقتي في القناه ويا اهلا بيك في قناه مستر بومتك. في فيديو النهارده هنتكلم زي ما قلت في الربح عن السي بي اي. لو مش عارف يعني ايه السي بي اي او لسه مش عارف معلومات كافيه عن السي بي اي، فانت ممكن تضغط على الاي اللي فوق هنا، هتلاقي فيديو عن السي بي اي بيشرح فيه بالتفصيل كل حاجه عن السي بي اي. تمام، برضو الفيديو ده بتاعي يعني. تمام، هنضغط هنا زائد عشان نفتح الموقع. للعلم الموقع ده اتشرح قبل كده في اكتر من حته واكتر من مكان، موقع مشهور جدا، ولكن في ناس كتير بتنسى الموقع دون. ده اولا. تاني حاجه، ان انا عندي مبتدئين كتير جدا ما يعرفوش اسامي المواقع دي، ما يعرفوش المواقع دي بتعمل ايه، ما يعرفوش الربح كويس جدا اللي من المواقع دي، وما يعرفوش ان السي بي اي هو افضل منصه ممكن تربح منها من الربح في الربح من الانترنت. تمام، فهنبدا على طول بموقع اسمه دولارز انكم. تمام، اكيد ناس كتير عارفه، انا عارف ان اكيد ناس كتير عارفه، لان انا زي ما عندي مشتركين محترفين، انا برضو عندي مبتدئين. تمام، ممكن المحترفين دول ناسيين الموقع ده. تمام، فانت اول حاجه بس عشان تسجل في موقع هتنزل، هي راحت فين؟ انا تقريبا مسجل، زي ما قلت غالبا انا مسجل، فهنعمل لوج اوت. خدتش بالي ان انا مسجل، هنعمل لوج اوت عشان نبدا نسجل من الاول. طيب تمام، هنعمل هنا ساين اب، هتكتب هنا الايميل وهنا الباسورد، وهنا تعيد الباسورد مره تانية، وهنا هترجع تكتب الفيرست نيم واللاست نيم، وهنا تختار البلد بتاعتك، وهنا ده الاي دي بتاعك. تمام، ده الاي دي اللي هو الريفرال، وهنا اللي هو هتكتب الكود ده وتعمل ساين اب، ومش هيطلب منك اي حاجه بعد كده، تالي مش هيطلب منك انك تاكتف الاكونت. تعملها لوجن وتكتب الايميل والباسورد وتمام، عليك كده الاكونت. تمام، هنشرح كده الموقع ببساطه. الموقع سهل جدا، واحلى حاجه فيه الريفرال، وهنتكلم عنها بالتفصيل. الموقع سهل جدا وبسيط زي ما انت شايف. هو الربح من الانترنت عن طريق السي بي اي، انا معايا 22 سنت، ده جبتهم امبارح في 5 دقائق تقريبا. هتضغط هنا على جوب اوفرز، سيبك من كل حاجه هنا، هتضغط على جوب اوفرز. على فكره انت ممكن تربح منه بشكل تاني، هنشرح الشكلين باذن الله. هنتكلم في اول حاجه عن الربح من السي بي اي نفسه. تمام، اما الربح عن طريق اد يور جوب دي ما اسمهاش سي بي اي. تمام، فهنتكلم عن الربح من السي بي اي. زي ما انت شايف هنا الربح 75 سنت، 60 سنت، 70 سنت، 46 سنت، 41 سنت، 45 سنت، ده كله في حاجه واحده بس هتعملها بسيطه. ولكن انا نصيحه مني، نصيحه اخويه مني، لان انا عارف ان في ناس كتير مبتدئين، فاللي هو اما يقول لك بوست تو فورم اور بلوج، سيبك منها بلاش، لان انا هخليك تربح من دي بعد كده باستراتيجية خاصة بعد كده في فيديو جاي قريب، يعني بجهز له وهقعد فترة طويلة اجهز له لان لازم اجربه الاول. ف يعني الحركة دي هخليك تربح منها على الاقل 50 او 100 دولار في الفيديو، في الواحدة بس. وكنت شرحت قبل كده الموضوع ده، برضو هتلاقيه في الاي اللي عندك فوق، بس كنت شرحته مش بالتفصيل، بس هتكلم عنه بالتفصيل ممل في المرة الجاية دي. مش عارف هو تبقى الحلقة الجاية، لا بتهيألي مش تبقى الحلقة الجاية، بس تبقى حلقة قريبة جدا، لانها تبقى حلقة ممتازة جدا. فتأكد انك عامل اشتراك في القناة، وتأكد انك مفعل زرار التنبيهات. فاحنا هنشوف حاجة سهلة مثلا زي تويتس. هتضغط على تويتس، هنا بيقول لك لو عملت تويتة هتاخد 2 سنت. هنجرب كده تويتس، تويتة واحدة بس، بص. تمام، المهم هتضغط على تويت. تمام، لازم تقراها كده بس الأول وتعمل تغريد. تمام كده، تمام، اعمل كلوز. كان معايا 22 سنت، استنى بس الاول عايزين نروح بس نمسح التغريده. هنعمل هنا ريستارت. تمام، لو ما حسبتش معاك الفلوس مباشره، يبقى صاحب التويته نفسها هو اللي بيحسب الفلوس،
يعني الصاحب البتاع نفسه هو اللي بيحسب الفلوس، يعني بيجي بعديها كده بشويه يقوم حاسب لك الفلوس، تمام؟ عشان بس محدش يتخض ان الفلوس ما بتتحسبش. تمام، خلينا نخش على حاجه تانية زي مثلا كليك اون سايت. كليك اون سايت دي من الحاجه المهمه جدا اللي بتخليك تكسب بشكل كويس. فانت هنا مثلا هنخش على ده مثلا، مثلا اللي بتلاقي عندها نجوم كده اعرف ان هي حاجه كويسه، تمام؟ دي مثلا، ولكن ده عنده 850 واحد معرفش يعمل المشكله او معرفش يعمل الحركه دي. هنا بيقول لك سيرش فور ذا فيرست بيست هوم بيزد بزنس ذن اون سيرش بيج ريزلت بيج لوكيت ذا ويب سايت نمبر 7 فروم ذا توب انتر ذا يور ال تو ذا بوكس بلو. هنا بيقول لك ماشي، هنا بيقول لك انتر ذا يور ال ويب سايت. تمام، هنضغط على جو نقول له ستارت جوب. معلش على الصوت، اسف مرة تانية، انا حاسس ان انا صوتي تعبان. هو هنا كتبها لك، هو هنا كتبها لك، هنا لا ده غير الموضوع خالص. هنا بيقول لك دور على رقم 6. طيب ننزل 1 2 3 4 5 6، هو ده رقم 6، ضغطنا عليه عملنا ده كوبي، ضغطنا اكس ورجعنا هنا مرة تانية قلنا له هو ده الرابط وقلنا له سبميت ريزلت. زي ما انت شايف هنا اتحسبت بقت 24 سنت من اللي فاتت مش من دي، تمام؟ هنا اتحسبت 24 سنت من اللي فاتت مش من دي، تمام؟ ده برضو بعد شوية هتلاقيه برضو بيتحسب، دي يعني اتحسبت من التويتة اللي فاتت، تمام؟ عشان بس ايه محدش يكون بيتخض او اي حاجة. زي ما انت شايف الطريقة سهلة جدا للربح من الموقع ده، لكن زي ما قلت لك بوست وفورم اور بلاج دي سيبها لانها هتتعب فيها وهتكسب 75 سنت او دولار، وتعدي الدولار على فكرة، بتعدي الدولار في اكتر من حاجة. هتلاقي لو ضغطنا هنا مثلا هتلاقي في اكتر حاجه بتعدي دولار. هننزل طبعا الحاجات دي بتبقى بسيطه، نجرب كده في حاجه تانية، صفحه تانية زي ما انت شايف بتعدي دولار، دولار 25. وكان في حاجات كتير بس هو تقريبا صحابهم شالوا الحاجه. فزي ما قلت لك دي حاجه ممتازه جدا، فانت ممكن تستفيد منها بشكل كبير. انت مثلا ممكن تخش على الفيسبوك، دي بيقول لك لو ضغطت لايك بس هتاخد 1 سنت. هنا لو ضغطت لايك هتاخد 5 سنت، نجرب بس في الغالب مش بتلاقي الحاجات دي موجودة. زي ما انت شايف بيقول لك خلاص صاحبها شالها، تمام؟ ف يعني في بعض الحاجات بس كده في الموقع، ولكن موقع ممتاز جدا. هي مثلا بيقول لك اعمل ساين اب في موقع وهتاخد 4 سنت بالشكل ده، موقع ممتاز جدا 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 يا شباب. وطبعا يعني ما حدش يقول لي اثبات دفع، يعني موقع ممتاز زي ما انت شايف، انت عارفين الموقع يعني هو قديم جدا يعني. وزي ما انت شايف برضو ترتيب اليكسا بتاعه ممتاز، 4000 في الجزائر و206000، وطبعا في اثبات دفع للموقع كتيره جدا يعني، فالموقع ممتاز جدا. هنتكلم في حاجه تانيه بقى على اد يور جوب. انت ممكن تستفيد منها عن ايه؟ انا صراحه ما جربتهاش ولكن مش هجربها برضو، ولكن هحكي لك عن الموضوع بتاعها. انت ممكن تستفيد منها عن طريق اختصار رابط. فانت مثلا انك تطلب منهم ان هم يخشوا على الرابط بتاعك ويختصروا الرابط، يعني يضغطوا على اختصار الرابط ويحملوا كمان. ممكن انت مثلا ترفع حاجه على فايل ابلود او على ابلود اوشن او على اي حاجه، وهو يخش يحمل كمان، وانت هتاخد الارباح دي كلها وتدي له 2 سنت او 5 سنت، تمام؟ انت فهمت حاجه؟ فالموضوع سهل جدا، انت بس هتكتب له في الديسكريبشن اللي انت عايزه يعمله، مش اكتر من كده ولا اقل. فالموضوع سهل جدا في الموقع ده، ولكن انت بتضيف ميزانيه للموقع، بتديله 10 دولار مثلا يقول له اعمل لي كذا 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 بالشكل ده. صراحة موقع ممتاز جدا. عايزين نتكلم على الريفرال. زي ما قلت لك الريفرال بيوصل الى 50% بروفيت، تاخد 50% من اي حد مسجل من خلال اللينك بتاعك. اللينك بتاعك فين؟ اللينك بتاعك ده، تمام؟ اللينك بتاعك اللي هو ده. الصراحة حاجة حلوة جدا من الموقع. عايز تسحب ارباح اكتر على البي اوتس، حلوة قوي دي. هنا بيوريك الناس هنا الربح 11 دولار ومش عارف ايه، لكن اللي انا سمعته يا شباب ان هو اقل مبلغ الدفع 15 دولار. هل بيسحبوا 11 دولار وكده؟ انا مش عارف الصراحه، انا ما اعرفش. ده من شايف ده شكله مصري ومش عارف ايه، ده من شايف 11 دولار 11 دولار 11 دولار وحاجات كتيره جدا، حاجات كتيره جدا.
تمام. بس ازاي نسحب؟ بتالي ريكويست كاش اوت، هي اللي تحت دي بالشكل ده اهو، بيقول لك اقل مبلغ الدفع يا جماعه هو خمسة، هو 15 دولار، اقل مبلغ الدفع هو 15 دولار، هنا 25 سنت. عايز تضيف طريقه للدفع، اضغط انتر بيمنت. هنا بيقول لك اهو في باي بال وفي بيرفكت ماني، تحط هنا ايميل باي بال وتحط هنا الباسورد بتاعك تمام، فهتضغط سيف. انا مثلا هحط ايميل باي بال تمام، ضم اضافه الاضافه. نرجع هنا بطريقه عشان ننهي الحلقه دي، الحاجه بتاعت المعلنين، فانت ممكن تسيبك من العلاية دي، تسيبك منها. هنا الجوبس اللي احنا هنعملها، بس انت ممكن تجرب اي حاجه من الحاجات اللي تحت دي، لكن صراحه انا مجربتش. هي الجوب اوفرز دي اشهر حاجه في الموقع تمام. هنا ممكن تشتري ريفرالز او تشتري ترافيك للموقع بتاعك او تعمل انفايت لريفرالز. طبعا هنا بعض الحاجات بقى في الاخر، لو عندك رسائل، لو جالك اي حاجه من الموقع، عايز تغير طريقه الدفع، عايز تغير الباسورد، عايز تمسح الاكونت نهائيا، عايز تعمل اي حاجه في الموقع ده، فحاجات ممتازه جدا في الموقع ده. هنا waiting for approval jobs، لو فعلا الفلوس بتاعتك ما جالتلكش بتظهر لك هنا، بحيث ان انت بتستنى الفلوس لحد ما بتيجي. فتقدر تعمل اكتر حاجه في الموقع ده، صراحه موقع ممتاز. تخش على جوجل بلس، تخش على الفيسبوك، لينكد ان، التويتر بتاعي، فولو الناس، تعمل تويتس، تعمل حاجات كتير، انت هتستفيد الموقع ده بشكل كبير جدا. اعتقد موقع ممتاز للمبتدئين وللمحترفين، فانت ممكن تستخدمه بشكل كبير جدا. ممكن مثلا في اقل من اسبوع تجمع 15 دولار وتسحب، يعني ممكن في اقل من اسبوع تجمع 15 دولار وتسحبهم على باي بال بسهوله، احسن من جيت سي ار ال، احسن من كاست سي ار ال، احسن من فايل ابلود، احسن من اي حاجه من الحاجات دي، وسهل جدا، ممكن احسن من ادسنس كمان. فالموضوع هو بسيط جدا في الموقع ده، واتمنى انكم تستخدموا الموقع ده وتربحوا منه بشكل كبير جدا. في النهايه اتمنى تكون الحلقه دي نالت اعجابكم، واتمنى تضغط لايك على الفيديو ده وتكتب لي، زي ما قلت لك تكتب لي في كومنت انت لو عايز كتير من الحلقات دي، او عايز حلقات تانية من حلقات الربح من ستي بي اي، فتكتب لي اسم السلسله اللي انت عايزها في كومنت. كان معكم مصطفى من قناه مستر مونتيك. الفيديو عجبك لايك الفيديو، ويا ريت تعمل سبسكرايب للقناه، وما تنساش تعمل شير للفيديو. كان معكم مصطفى من قناه مستر مونتيك مره تانية، شكرا شفت الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Everybody's high.